إنما الحفظ بأمر الله عز وجل أن سخرها وأن هيأها أن كان وعاءً لكتاب الله عز وجل، ثم امتد ذلك كما نرى إلى باقي اللغات وإلى تحصيل علم اللغة بالأساس. يعني اللغة العربية عندما أراد لها الله عز وجل أن تكون لغة بهذا المقدار من الأهمية وعلى هذا النحو من الاهتمام والتمحيص والتدقيق، جعلها أمة لباقي اللغات، وجعلها إماما، وجعلها مركزا ينبع منها تنسيق وتنظيم باقي اللغات، كما سنرى ذلك في المحاضرة إن شاء الله تعالى. طبعا لا شك أن كل منظري اللغات تأثروا باللغة العربية وتأثروا بعلماء اللغة العربية، مثل نعم شمسكي عندما تأثر بعبد القاهر الجرجاني في كتابه أساس اللغة، تأثر به كثيرا وأصبح هناك العديد من المعاني التي أسست لمنهج لغوي وأسست لمدارس متعددة، كل ذلك كان منشأه العناية باللغة العربية. هناك شيء مهم يجب أن ننظر إليه، وهو أن هذه العناية الربانية باللغة العربية لم تبقى في اللغة العربية فقط، وإنما امتدت عبر العصور الزمان وعبر المكان أيضا حتى تأثرت بها العناية بباقي اللغات، وهذا أيضا ما سيظهر معنا في هذه المحاضرة. طبعا من العنوان نظرة استقرائية، نحن فقط ننظر في بطون الكتب كيف كان هذا التوافق الغريب أو هذا التوافق العجيب بين اللغة وبين هؤلاء العلماء وبين العلوم الشرعية من طرف آخر، ولا يستطيع إنسان أن يفصل بين اللغة وبين علوم الشريعة أبدا. فكما قدمت، إذا كانت اللغة هي وعاء لكتاب الله عز وجل منبع العلوم الشرعية، فما بالك فيما بعد أن تكون وعاء لكل ما استنبط واستخرج واستقرأ من كتاب الله عز وجل من أحكام وغير ذلك من العلوم. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي هذه الآية كفاية لمن أراد أن ينظر إلى العلاقة بين القرآن وبين اللغة. اللغة العربية هيأها الله عز وجل قبل الإسلام بكثير، هيأها أن كانت بيئتها يعني إذا نظرنا إلى العرب قبل الإسلام لم يكن هناك شغل لهم إلا اللغة، باقي الأمم تميزت ببنائها العظيم وتميزت بفلسفتها كاليونان وتميزت بفنون كثيرة، إلا أن العرب لم يتميزوا بشيء من هذا، وإنما كان البناء الذي اشتغلوا عليه هو اللغة. ولذلك كنا نسمع في مهرجاناتهم ونسمع في أسواقهم، وإذا قيل سوق كسوق عكاظ مثلا كان يقصد به المهرجانات التي نقيمها هذه الأيام، وكان محورها الشعر والبلاغة والفصاحة والتباري في هذه الأشياء. فهذه كانت الإرهاصات الأولية لظهور نواة بعد ذلك من القرآن من اللغة العربية. لذلك الله عز وجل هيأهم أن يستقبلوا كتاب الله عز وجل، ثم كان الإعجاز العظيم أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا، مع كمال وتمام بلاغتهم وفصاحتهم وإتقانهم وتمسكهم بزمام وإمساكهم بزمام اللغة بكل جزئياتها. الله عز وجل قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب قومه العرب بلسانهم فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الشاطبي يقول: كل معنى
كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به في كتابه الموافقات. إذن كل معنى مستنبط من القرآن، يعني أردت الآن أنا مثلا أن أستنبط معنى معين من القرآن الكريم، تمام، غير جار على اللسان العربي، لكن هذا المعنى العرب لا تعرفه ولا تستسيغه، فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به. والشاطبي أيضا قام بتوظيم مفهومي الظاهر والباطن لتوضيح العلاقة بين اللغة والشرع، حيث قال في كتابه الموافقات: إن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه، فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر. الآن ليس المعنى أن هناك معاني لا يعرفها إلا بعض الأشخاص أو التفسير الإشاري وما إلى هنالك، لا، الآن هو يقصد أن هناك معنى تحت الألفاظ، الألفاظ تفسره وتبينه وتوضحه، الألفاظ هي الوعاء لهذا المعنى، وإن كان كتاب الله وكلامه لا يحتويه وعاء، لكن هذا من باب التقريب للعقول. اللغة ما هي كما يعرفها ابن جني؟ هي مجموعة من الأصوات، والأوسع من ذلك هي مجموعة من الأصوات والرموز التي يتفاهم بها قوم ما. يعني أنا وأنت الآن عندما نتكلم بكلام، هذا الكلام هو صوت، وعندما أكتب أكتب رمز، فالكتابة إما منطوقة وإما اللغة إما منطوقة وإما مكتوبة، فعندما أنطق أنطق أصوات، وعندما أكتب أكتب رموز، ولا تخرج اللغة عن ذلك بمهاراتها الأربعة: الكتابة والقراءة والاستماع والكتابة والقراءة والاستماع والكلام. نعم، إذا المهارات يقولون يعني المهارات هي المداخل والمخارج، فالمداخل هي القراءة، أنت تدخل المعاني إلى داخلك بالقراءة، القراءة والاستماع، والمخارج هي الكتابة والتحدث. لذلك كل هذه المهارات لا تخرج عن كونها إما رموز مكتوبة وإما أصوات منطوقة، هذه هي اللغة. فالآن أنا ما أنطقه كمرسل وأنت كمستقبل ما تسمعه، هذا يعتبر لي ولك لغة، أنت استطعت أن تحلل هذه الرموز لأنه عندك أرشيف كامل لكل هذه اللغة بحروفها وأصواتها، وأنا استطعت أن أتكلم أيضا لأن عقلي استطاع أن يستوعب هذه اللغة، فكانت هذه الرسالة بين المرسل والمستقبل رسالة مفهومة، لأننا استطعنا أنا وأنت وتعاهدنا هذه اللغة فيما بيننا كقوم. لكن هذه اللغة لو أنا تكلمت بها أمام إنسان لا يفقهها فهو لا يستطيع أن يحلل. إذا المبدأ هو فك الشفرة، هو التحليل للغة، هذه هي اللغة بالأساس. فالشاطبي أيضا جاء بهذه المعاني ولكن بمفهوم قديم أو مفهوم آخر. واعلموا أيها الأحبة أن كل من تحدث باللغة اليوم من مدرسة النحو التوليدي التي قام بها نعم تشومسكي وغيره، كلهم إنما أخذوا ذلك من مصادرنا ومنابعنا، لأنه ما اعتني بلغة كما اعتني باللغة العربية على وجه الأرض أبدا. لذلك يعني قبس من عناية الله عز وجل بهذه اللغة تنبهوا له، ولم يتنبهوا إلى كل شيء، تنبهوا إلى طرف بسيط ثم أخذوا ذلك وقعدوا وجعلوا قواعد وأنظمة وما إلى هنالك، فكانت علوم اللغة الحديثة بلسانيات وغيرها. لذلك انظر، كتاب الله عز وجل هو المعاني، لكن هذه المعاني إنما نسجت برموز بكلمات هي اللغة العربية، فحق لهذه اللغة أن تنسج أفضل نسج وأتم نسج وأكمل نسج. ومن هنا جاءت علوم العربية فيما بعد: النحو والصرف والبلاغة وما إلى هنالك، وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية، فذلك هو الباطن المراد. إذا نستطيع القول بداية أن اللغة، أن علاقة اللغة مع الشرع علاقة كمون. ما معنى كمون؟ فمعاني الشرع ودلالته، فمعاني الشرع ودلالاته
كامنة في نصوص القرآن ونصوص لغة السنة الشريفة. معنى الكمون أن هذه المعاني كامنة في هذه الكلمات، المعاني كامنة في هذه الكلمات، كما أن لكن الآن تحتاج إلى الأداة المناسبة لاستخراج المعاني. ما هي الأداة؟ هي فقهك للغة وفهمك للغة واستيعابك لكل علوم اللغة من صرف وبلاغة ونحو وغير ذلك. الآن حتى نبسط المعلومة أكثر، الكمون لنفرض أن معي مثلاً في الكهرباء، نقول الكمون هو الشيء الذي يتخزن في المادة. يعني مثلاً أنا الآن عندي هذا الهاتف، إذا حاولت أن أفرك الهاتف فأنا أخزن كمون داخل الهاتف. كيف يظهر هذا؟ إذا قربت شيئاً إليه فإنه يجذبه. طبعاً هذا الآن ربما إذا أخذت الخشب يكون أكثر جذباً. الآن هناك كمون، هناك معاني في هذه الكلمات، لكن تحتاج إلى الأداة حتى تفهم هذا، حتى تجد هذا المعنى الكامن داخل هذه المادة. ما هذا؟ علوم اللغة العربية. وأيضاً كأن الفحم مثلاً يكمن فيها النار، لكن كيف تستخرج النار عندما تأتي بأداة وتستخرج هذا؟ أيضاً الدهن في العود هو كامن، كيف تستخرجه؟ بالحركة. لهذا السبب طبعاً هذا تكلمنا عنه، ابن جني يقول حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وطبعاً زادوا في ذلك أنه أيضاً ليس بأصوات وإنما أيضاً رموز تكتب، لأن اللغة ليست فقط منطوقة وإنما هي مكتوبة، هذا في الخصائص. الآن إذا نظرنا إلى تاريخ اللغة بشكل عام، بدأت اللغة قبل أن تكون هذه الرموز المفهومة والمعلومة بين أيدينا، أولاً بدأت بالتصوير. يعني إذا دخلت إلى كهف فرعوني الآن تجد هناك صور لمعارك وغير ذلك. ثم بدأ يعني أو البداية كانت عندما أراد الإنسان أن يعبر عن شيء بداخله بدأ بالتصوير. فبدأ بتصوير الكلمات، ليس الكلمات، بتصوير شيء هو يعيشه ويعايشه في الحياة. لكن الصور اقتصرت عن أن تعبر عن المعاني، فانتقل الإنسان من المرحلة التصويرية إلى المرحلة الرمزية. المرحلة الرمزية بدأ الإنسان يعبر عن المعاني فيها، فبدأ يعبر مثلاً عن النور برمز الشمس، بدأ يعبر عن الحب برمز قلب مثلاً، ليس القلب الحقيقي وإنما القلب الذي هو الحب مثلاً. هذه المرحلة الثانية في البشرية. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي هي الكتابة المقطعية، الكتابة المقطعية قبل البابليين والكنعانيين أو في أثناء هذه الأوقات، بدأ الناس يتطلعون إلى شيء من الرموز المألوفة بين أيديهم والمتعارف عليها حتى يتخاطبوا بالكلمات. فبدأت المقاطع، والمقاطع هي مجموعة من الكلمات، أو هي يعني أن تبدأ بالحركات إلى أن تنتهي إلى السكون. ذهب مثلا، ذهب يعني ذهب باء مثلا، أن تأتي حركة سكون، مثل الأمور التي جاء أو العروض التي جاء بها الخليل أحمد الفراهيدي على نفس المبدأ، لكن هذا كان مبدأ قديما، وهو المقاطع يعني أن تقف على سكون وأن يكون هذا رمز من الرموز تجمعها حتى تؤلف كلمات. ثم تفطن الناس في النهاية إلى الكتابة الأبجدية وبدأت الحروف بعد ذلك. طبعاً الكتابة الأبجدية وصلت أيضاً إلى العرب، والعرب نموها وكتبوا بها، إلا أنه طرأ عليها تجميل بعد نزول كتاب الله عز وجل، وخوفاً من اختلاط الكلمات على الناس. فمثلاً بدأ أبو الأسود الدؤلي رحمه الله في البداية بوضع النقط فبين فتح وضم وكسر، لم تكن هذه الحركات قبل نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، كان هناك ما يسمى بالتنقيل. فكان يقول لكاتبه: إذا رفعت فمي بالصوت فضع النقطة فوق، وإذا ضمنت فضعها في الوسط، وإذا كسرت فضعها في الأسفل. وهذه هي الموسيقى بحد ذاتها. يعني الآن هؤلاء الذين يعتمدون على السلم الموسيقي، أولاً الحركات أو اللغة كلها هي صوت، والصوت إنما هو الموسيقى، والنحو أيضاً يعتمد على الصوت. فعندما يقول لك القائل مثلاً للتعذر مثلاً والضمة المقدرة على الألف للتعذر، وعلى الياء للثقل، ما أصل الثقل والتعذر؟
هو تعذر اللسان عن لفظها أو ثقله عن لفظها. يعني من السهل، ليس من السهل، من الصعب أن يقول الشخص مع ضم مع الياء الضمة على الياء، لكن من الصعب أو من المستحيل أن يقولها على الألف. فهذا معنى موسيقي بالأساس، وهو شيء يعني مألوف على لسان العرب. باقي الألسنة ممكن تقول هذا، لكن اللسان العربي يعجز عن هذا. فجاء العلماء النحو بكلمة التعذر وكلمة الثقة حتى يعبروا عن هذا. فأول من بدأ بهذا أبو الأسود الدؤلي، فبدأت النقاط، ثم جاء يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم أيضا وضعوا النقاط حتى يميزوا بين الذال والدال، أيضا هذا لخدمة كتاب الله عز وجل، والراء والزاي والضاء والطاء، وكل الحروف المتشابهة إذا قرأها شخص ليس عجمي ليس بعربي قد يختلط هذا عليه. ثم انتهى هذا بالنهاية. إذن من بدأ بهذا أبو الأسود الدؤلي بإشارة بن علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، ثم أظن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي نظر إلى هذه التقاربات، أصبح الآن نقطة تعبر عن الضمة والفتحة والكسرة، ونقطة تعبر عن الفرق بين الدال والذال، فاختلاط النقطتين أشكل على الناس. لذلك جاء من قال يجب أن نصطلح الفتحة والضمة والكسرة والسكون للحركة، والنقاط تبقى على ما هي عليه. فهذا كله إنما جاء للاهتمام بالقرآن الكريم، ولولا الاهتمام بالقرآن الكريم لأصبحت اللغة العربية لغة مهملة، لا فيها من النقط شيء، ولا فيها من هذه الحركات شيء، وإنما هي الآن أظن كانت تكون ربما مثل هذه اللغات الميتة السريانية وغيرها. فالحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه لهذه اللغة، وأن جعلنا من أهل هذه اللغة، وجعل الكتاب القرآن العظيم مكتوبا ومنطوقا بهذه اللغة الشريفة. المحور الأول البلاغة وإعجاز القرآن. نحن كما يعني بينا هناك محاور سننتقل بها حتى يكون الكلام يعني بين وواضح ولا يختلط إن شاء الله. نبدأ ببلاغة وإعجاز القرآن. في كتاب بيان إعجاز القرآن يقول: اعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. والرماني يقول: إعجاز القرآن أو حدثه في سبع جهات، منها البلاغة وهي عنده على عشرة أقسام: الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. لا أريد أن أدخل بشكل دقيق في هذه الأمور، لكن اعلموا أن البلاغة هي يعني ما جعل أو يعني بالبداية البلاغة هي تجميل الكلام حتى يصل إلى السامع بأبهى صورة وأحسن حلة. وإذا لم يكن القرآن الكريم منبع البلاغة فأي شيء يكون بالبلاغة منبع؟ لذلك هذا الكلام لما كان كلام الله عز وجل فقد حمل من كل شيء أحسنه. وإذا كانت البلاغة هي تجميل كلام العرب وتحسين كلام العرب، فإن القرآن الكريم هو أجمل ما يكون في هذه اللغة، فحق له أن يكون على البلاغة بمكان عظيم. وسنأتي بعض الأمثلة تبين مكانة البلاغة في القرآن الكريم. الجرجاني اعتبر أن إعجاز القرآن يعود إلى نظمه، وربط النظم بالنحو حيث يقول: اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف منهاجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. وليس المقصود هنا التزام القاعدة، بل توخي المعاني النحوية بحسب ترتيب المعاني في النفس. بداية أنا تكلمت في البداية عن المدارس الحديثة في اللغة. هناك مدرسة تقول بأن الكلمات إنما هي وعاء للمعاني، فالأصل هو المعاني، وإنما الكلمات هي صورة للمعنى الذي يداخلك في صدرك.
مثلا وهذه مدرسة عم تشومسكي التي قال بها، وهي أن كل شيء مثلا الآن أنا عندي معنى الكرسي في داخلي، لكن قد أعبر عنه بلغات كثيرة، كرسي أو تشير أو صندالية أو شيء بلغات مختلفة، لكن المعنى مصور في ذهني ومصور في عقلي. صورة واحدة نعم، الصورة واحدة التي هي ما يخارجك من معنى، ثم المعاني تختلف. هناك من يقول لا، الأصل هو الكلمات، وهذه المعاني إنما هي متناظرة مع هذه الكلمات، فهاتان مدرستان غربيتان موجودتان الآن. في الحقيقة هاتان المدرستان إنما جاءتا من مدارس القرآن الكريم. إذا رجعنا إلى عصر أحمد بن حنبل والقول بخط القرآن الكريم عند المعتزلة، فالمعتزلة يقولون أن الكلام هو هو، يعني كلام الله عز وجل هو هذه الكلمات التي تنطق وتنفض لا غير، ولذلك لا يجوز أن يكون هذا كلام الله، إنما هو مخلوق، هكذا قالوا. أما الأشاعرة قالوا أن هناك معاني، وهذه المعاني يعبر عنها بالكلمات. تطور هذا عبد القاهر الجرجاني مثلا في كتاب دلائل الإعجاز، أخذ في بمذهب الأشاعرة وسار عليه، الكشاف سار على مسار المعتزلة، ومن هنا جاءت المدارس. فالأصل يعني في العقيدة الإسلامية هذه الفرق التي كانت هي أصل هاتين المدرستين. الآن عمر تشومسكي وهو يهودي الأصل، لكن الآن يعني يتنطعون بذكر مذاهبه كثيرا وأقواله كثيرا، وهو اطلع على العلوم الشرقية منها العبرية والعربية وغيرها، فأخذ من دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني الشيء الكثير، وأصبحت مدرسته قائمة على المعاني التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني بالأصل. فانظروا إلى أثر اللغة العربية في باقي اللغات. يعني الآن هؤلاء عندما جاءوا يجعلون مدارس ويجعلون أشياء لحماية اللغات أو لتقعيد اللغات، من أين سينطلقون؟ سينطلقون من شيء متين، وليس هناك لغة قعدت، وليس هناك لغة اعتني بها إلا لغة القرآن الكريم. لهذا عندما أخذوا يعني عندما جاءوا ليفعلوا هذه الأمور وليدرسوا اللغة، اعتنوا باللغة العربية لأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل لكتاب الله، فكانت هذه المدارس وهذه الآفاق التي ساروا عليها. يعني هذه الأقوال أيضا هنا سنتخطاها إلى أمثلة. الآن ننظر إلى الإعجاز البياني على مستوى الكلمة في القرآن الكريم، ثم على مستوى الجملة. مثلا انظر إلى الفرق بين قول الله عز وجل امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وبين قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فذكر في الأولى امرأة وذكر في الثانية زوجة، وهذه المعاني دقيقة جدا. وطبعا الفروق لأبي هلال العسكري موجود فيها الكثير من هذه المعاني، الفرق بين الكلمة كذا وكذا وكذا. فهنا الله عز وجل عندما أراد العلاقة التي تعني الرحمة بين الأزواج والتي تعني الحب والمودة، قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فعندما يذكر الله عز وجل لفظ زوجة أو زوج أو أزواج، هنا تأتي في نساق الرحمة والمودة بين طرفين. أما عندما يقول امرأة العزيز تراود فتاها، امرأة العزيز لم يكن هناك مودة بين الطرفين. أيضا امرأة وامرأة نوح وامرأة لوط، أيضا كان هناك تناخر بين الطرفين. فدائما يأتي السياق إلى أن يكون هناك تنافر أو تجاذب. إذا كان هناك تجاذب تأتي لفظ زوجة، وإذا كان هناك تنافر تأتي كلمة امرأة. أيضا الفرق بين السنة والعام، العام للخير والسنة للشر، وهذا أو العام للخير والسنة، فإما أن يكون هناك رابطة صوتية تجمع بينهم، وهذا تفطن إليه ابن جني في كتاب الخصائص، إما أن يكون هناك تقاليد ستة كما فعل الخليل أحمد الفراهيدي، جاء إلى الكلمة فقلبها، كتب بتك تبك، وجاء بالمعاني متفرقة على هذا النحو. لماذا جمع هذا النحو؟ لأن على هذا النحو لأن العقل إنما يأخذ خانات مرتبة، يعني لا تستطيع الآن إذا أردت أن تجعل اللغة في العقل أن تنثر الكلمات هكذا. العقل لا يتعامل معك بهذا، يتعامل معك بطريقة التقديس الحيوي،
يعني هناك تقديس تكديس عفوا تكديس حيوي وتكديس مغناطيسي. التكديس المغناطيسي الذي يعتمد عليه ذاكرة الحاسوب وهذه الأشياء، أما التكديس الحيوي الذي يعتمد عليه العقل. فهذا التكديس إنما يكون بطريقة ما، وهو أن هناك خلايا، هذه الخلايا يربط بينها رابط. الخليل بن أحمد الفراهيدي ربط بين هذه الخلايا بالتقاليد الستة. قطرب ربط بهذه الخلايا بالحركات، فتحة ضمة كسرة، يأتيك معاني جديدة. أبو هلال العسكري ربط بهذه الخلايا بما يسمى الخلية الثنائية، فجاء بالمعنى والمعنى، ما الفرق بين هذين المعنيين؟ وهكذا نجد يعني الاهتمام بهذه اللغة وبوادر الاهتمام بهذه اللغة. الآن بدأت المدارس تتفطن إلى ذلك وتقول أوه عند المسلمين ما شاء الله أشياء كثيرة، لكن مع الأسف لا ينسبون هذا إلا لأنفسهم، ولا ينسبون هذا إلا لما يعني خطوا بأيديهم، ولا ينسبون إلى المسلمين أبدا. فالأصوات مثلا هنا عندما نقول اللغة كلها 34 وحدة صوتية تتوزع على النحو التالي: 3 وحدات للصوائط القصيرة فتحة ضمة كسرة، 3 وحدات للصوائط الطويلة ألف واو ياء، وحدتان لأنصاف الصوائط الواو والياء الساكنتان، 26 وحدة للصوامت حروف الهجاء عدا الواو والياء. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا بالتجويد، علم التجويد، نرى اعتناء أوسع من هذا بعلم التجويد فيما يسمى المد الطبيعي ومد البدل ومد العوض والعارض بالسكون وغير ذلك من المدود. كل ذلك اهتموا، يعني الآن يقولون مثلا الصوائط، نحن نقول الحركة، والحركة كنا نقول هي زمن، وهذا ما تبين. عندما نقول زمن إذن هي موسيقى، عندما نقول الحركة والمد هو حركتان. وبدأ المسلمون تفطنوا أيضا لموضوع الوقت، فقالوا مثلا المد المتصل 5 حركات، هذا كله تنسيق وترتيب عجيب. يعني أنت عندما تنطق اللغة لابد من زمن تنطق به الكلمة، من زمن تنطق به الحرف. أمامك حركة واحدة فقط، طبعا أنت تختلف هنا، إما أن تقرأ تحقيق أو تقرأ تدوير أو تقرأ حدث عفوا. الزمن يختلف بين 3 أزمنة يجب أن تنطق هذه الكلمة. قد تقول مثلا ذهبت إلى البيت، ذهبت إلى البيت. العلماء المسلمين وضعوا لك 3 أزمنة للصوت، كله مضبوط بحركة محددة. الفتحة والضمة والكسرة حركة، أيضا الألف مثلا التي قبلها فتحة حركتان والطبيعي. هناك المد المتصل 5 حركات، يجب أن لا تتجاوز هذا الزمن وإلا أنت تخل بقراءتك. فأنظر هل هناك ضبط أعظم من هذا الضبط؟ حتى عندما تتلفظ أنت يجب هناك زمن للكلمة، يعني الآن نضع ساعة وأنت تنطق الكلمة، هذا هو المعنى. طبعا لم يكن هناك ثواني، لو ربما لو كان في زمنهم لقالوا مثلا بدل الحركة الثانية ثانيتين. لكن أيضا مع عدم وجود هذه الأدوات الحديثة الآن ضبطوها أعظم ضبط. فإذا هذا يعني أصل الصوت الحروف، ثم جاءت الكلمات واختلاف الكلمات، مثلا غيابة الجب غيابات الجب، هذه أصوات اعتاد العرب عليها وجاءت موافقة للغتهم. أيضا عندما نقول مثلا الإبدال القياسي في صيغة افتعل، حين تكون فاؤه دالا أو ذالا أو زايا أو أحد أصوات الإطباق، فتبدل تاؤه حرفا يجانس ما قبله، ادعى ادكر وهكذا. هذا من أبحاث الصرف، لا نريد أن ندخل فيها أكثر. ننطلق إلى المحور الثالث، علم التفسير وعلوم اللغة العربية. كما رأيتم يعني مثلا التفسير تأثر كثيرا بعلوم اللغة العربية، وخصوصا البلاغة، وخصوصا البلاغة. كما قلنا البلاغة هي تجميل الكلام وتحسينه وترتيبه وتصنيفه من تقديم وتأخير وقصر وغير ذلك، حتى يناسب السامع وحتى يلائم السامع. والقرآن سبحان الله عندما تقرأ فيه كل السامعين يفهمون من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة، وهذه أعظم درجة من درجات البلاغة، أن تتكلم بكلمة العالم يفهمها بمقداره والإنسان العامي يفهمها بمقداره. إذا البلاغة هي أن تنطق بكلمات على مستوى الحال، على مقتضى الحال. فإذا كان القارئ حاله مثلا بعض البلاغة أحيانا لا نفهمها، لأنها إنما خصصت لي. الآن أنت تقرأ مثلا في كتاب مثل كتاب متشابه القرآن مثلا للقاضي عبد الجبار،
تقرأ فيه كأن هناك طلاسم ورموز في حنايا هذا الكتاب. أما تقرأ مثلا في كتاب مبسط صفوة التفاسير تفهم هذا بطريقة بسيطة. أما القرآن الكريم أنت تفهمه سواء كنت عالما أو كنت بسيطا، سواء كنت يعني متعمق في علوم اللغة أو كنت بسيطا. طبعا كل إنسان يأخذ على قدره، الذي يفهمه عالم اللغة من كتاب الله عز وجل ويتزود منه ليس كالذي يفهمه الإنسان الطبيعي، لكن مع ذلك هو يفهم هذا الكلام. لا نتكلم عن عرب اليوم، نتكلم عن العربي الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قيل كان الأصمعي يمشي، فكان هناك معلم أعرابيا صغيرا وهو يقول له قل تبت يدا أبي، قل تبت يدا، فيقول الولد تبت يدان، الأستاذ يقول يا ولدي تبت يدا، يقول الولد تبت يدان. فالأصمعي قال له إن بقيت إلى الصباح تقول له تبت يدا سيأتي بالنون، لأن الأعرابي لا يحذف النون إلا بالإضافة، فقل له تبت يدا أبي لهب يأتي معك كما تريد. لذلك هؤلاء كانوا يفهمون العرب وهم صغار، انظر يعني. فنتكلم عن هؤلاء العرب الذين إنما كانوا يفهموا القرآن من هذا المنطق، كانوا يسمعون فيشعرون أن هناك شيء يسري في أبدانهم، المعاني التي ألفوها والمدارس التي تعلموها والأسواق التي حضروها ما فيها شيء من هذا السريان. قلت العرب لم يشتغلوا بشيء من البناء، ولم يشتغلوا بشيء من الفن والعلوم وغير ذلك، وإنما اشتغلوا باللغة فاعتنوا بها أي اعتناء. وكان الواحد منهم إذا قيل فيه بيت من الشعر يقيم الدنيا ولا يقعدها، لأن اللغة هي هكذا برمجوا، هكذا أسسوا أن يتقبلوا كتاب الله عز وجل وأن يأخذوا كتاب الله عز وجل من باب الفهم العميق والمعنى الدقيق. الزمخشري يقول في الكشاف وكم من آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات العثة والوجوه الرثة، لأن من تأويل ليس من هذا العلم، يريد علم البيان. يعني يأتي الإنسان ويفسر القرآن ولا يعرف في علم البيان، في لأنه ليس من هذا العلم، في عير ولا نفير، ولا يعرف قبيلا منه ولا يعرف قبيلا منه من دبير، يعني لا يعرف الذي يأتي من الذي يذهب من هذه، لأنه إنما بني على غير علم البيان وعلى شيء من البساطة التي لا تليق بكتاب الله عز وجل. وقال مالك رحمه الله لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. ينبغي على من يفسر كتاب الله أن يعلم هذه اللغة التي إنما كمنت المعاني فيها. طبعا تؤكد كل كتب التفسير على ضرورة المعطى اللغوي باعتباره أداة من أدوات الفهم الصحيح بالقرآن الكريم. وقد ظهرت منذ عصر التدوين مؤلفات عديدة تعتمد التفسير اللغوي للقرآن الكريم، أذكر منها على سبيل المثال البحر المحيط لبحيان الأندلسي، والكشاف للزمخشري، وروح المعاني لشهاب الدين الأوسي، والتفسير البياني للقرآن لعائشة عبد الرحمن، وغير ذلك من الكتب. طبعا المقصود بالتفسير اللغوي كما بيّن صاحب التفسير اللغوي للقرآن الكريم هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب، والمراد بما ورد في لغة العرب ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن. الآن ننطلق إلى علم الحديث وعلوم اللغة. المتتبع لعلم اللغة والمتتبع لعلم الحديث يرى تآلفاً عجيباً من حيث السند أولاً. يعني كما تعرفون علماء الحديث يعتنوا بالسند، وأمتنا أمة السند. أيضاً علماء اللغة يعتنوا بالسند وألفوا ذلك من علماء الحديث. فكان لا يؤخذ دليل إبراهيم ابن هرمة هو آخر من يحتج به، أظن في القرن الثاني أو الثالث، آخر من يحتج به من الشعراء في تراثنا اللغوي. وأيضا ما قبل ذلك كانوا إذا أرادوا أن يحتجوا بفلان فكان هناك سند لهذا حتى لا يقال كل شيء على قارعة الطريق ويؤخذ به.
عد الإسناد من مظاهر التفاعل بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، فهو من خصائص علم الحديث النبوي الشريف عند المسلمين، ولكن الإسناد لم يقتصر على الحديث الشريف بل ظهر في الرواية اللغوية، فقد تكلم ابن الأنباري في لمع الأدلة على النقل وذكر أنه ينقسم إلى قسمين تواتر وآحاد، كما تكلم في شرط النقل والمتواتر وشرط نقل الآحاد في قبول المرسل والمجهول. إذن الحديث أولا من طرف السند، وثانيا أيضا من طرف فهم الحديث، ينبغي على من أراد أن يفهم الحديث بشكل صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان قوم، فينبغي أيضا أن يمتلك الأدوات البلاغية والأدوات أيضا في النحو والصرف وغير ذلك، حتى يستطيع شرح الحديث الشرح الوافي والكافي. ننتقل إلى المحور الخامس، أصول الفقه وأصول النحو. الإمام الشافعي رحمه الله، طبعاً الإمام الشافعي معلوم وهو المقعد لكثير من قواعد أصول الفقه. زوج ابنته يقول: أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس 20 سنة. فقلنا له: في هذا يعني لماذا تتعلم العربية؟ فقال: ما أردت بهذا إلا استعانة للفقه، إلا أن أفهم وأستنبط علوم الفقه على النحو الذي يرضى. أي ظل 20 سنة يتبحر في اللغة العربية وعلومها ليفقه ويفهم القرآن والسنة، ولا يستغرب منه هذا، فهو الذي يقول: أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لم يبصر غيرهم. يعني الذي يمتلك العربية يبصر في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يبصر غيره. وعلماء الدين كانوا يقولون: من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. تكلم بلسان قصير، لماذا؟ لأنه يتكلم لكن لا يتعدى ذلك ظاهر المعنى، ولا يتعدى ذلك الكلمات البسيطة التي تجري على لسانه. فخر الدين الرازي رحمه الله في كتاب المحصول يقول، المحصول في علم أصول الفقه يقول: لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. إذن واجب على من أراد أن يدخل إلى علم أصول الفقه وغيره أن يفهم اللغة العربية. تعد النشأة الأولى لعلم النحو أول شكل من أشكال التفاعل بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، حيث ترجح أغلب الروايات في وضع علوم النحو أن الباعث كان تصدي لتفشي اللحن في قراءة القرآن الكريم، فظهوره إنما كان من أجل خدمة القرآن الكريم حفاظا على فصاحته وحفظا للألسنة من التردي في معرة اللحن. هذا صاحب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. ورد عن عمر رضي الله عنه، أورده صاحب الكوكب الدري: أمر عمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة. لماذا؟ قال: كان ذلك بعد قراءة رجل لقوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بجر اللام والعياذ بالله. فمفهوم المعنى هنا أن الله الأصل الله ورسوله بريء من المشركين، لكن عندما تجر هذا فيكون الله بريء والعياذ بالله من رسوله، وهذا معنى خاطئ جدا. لذلك عمر بن الخطاب عندما سمع ذلك كما روي أو كما روى صاحب الكوكب الدري قال: أمر عمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة. ويشكل التفاعل بين أصول الفقه وأصول النحو صورة من صور التفاعل بين الشريعة واللغة العربية، ذلك أن القضايا الفقهية لا تتحدد إلا بالكشف عن الفروق بين المعاني من جهة الألفاظ، وهو من عمل النحو. يعني إذا نظرنا إلى أصول الفقه وهو استنباط الأحكام من أدلتها اليقينية وغير ذلك من القواعد التي ينبغي أن يعتنى بها للوصول إلى الفقه، فأنت هناك شيء، الألفاظ بالنهاية هي ألفاظ عربية، لابد لك من الأداة من اللغة العربية حتى تفهم هذه الفروق وحتى تفهم هذه الأحكام وحتى تستنبط. وهذا كثير، حتى اختلاف المذاهب أحيانا إنما كان منبعه اختلاف في فهم
لغة في فهم معنى كلمة والرجوع إلى اللغة في معناها. ولذلك تم الاعتماد على مقتضيات النحو لمعالجة القضايا الفقهية، واعتبر علم العربية أحد ثلاثة مصادر منها استمدادات أصول الفقه. يقول الآملي: أما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية. إذن أحد الاستمدادات لعلم أو أحد الأصول لعلم أصول الفقه هو اللغة العربية. وأما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية في الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية. يعني إذا أردت أن تستنبط حكما شرعيا لا بد لك أن يكون عندك الأداة التي تجعلك مستنبطا لهذا الحكم على الوجه الأمثل، ولا يكون ذلك إلا بفقه اللغة وتعلم اللغة العربية. نعم. أيضا إذا نظرنا إلى المصطلحات المستعملة بين علمي الأصول وبين علم الأصول وعلم النحو، نجد أيضا هناك تقاربا عجيبا بينهما. هذا ما أورده صاحب الكوكب الدري، يقول إن الناظر في كتب أصول الفقه وكتب أصول النحو ليدهش من التشابه الشديد في مصطلحات هذين العلمين. فإذا كان الفقهاء قد ذهبوا في تقسيم الحكم الشرعي إلى واجب ومحظور ومندوب ومكروه ومباح ووضعي، فكذلك ذهب النحويون إلى تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف الأولى. هذا ما نراه مثلا في قطر الندى وبذ الصدى، يعني هناك أشياء مثلا مهملة يذكرها صاحب الكتاب ابن هشام وابن مالك وغيرهم، يذكرون هذا ويقولون هذا من باب المهمل وورد على لسان العرب، وأحيانا يرجحون فيقولون القاعدة هي على خلاف ذلك أو هي كذلك وجائز على السواء. وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسية هي النقل والإجماع والقياس، كذلك أدلة النحو الرئيسية فإنها النقل والإجماع والقياس. انتهى نقلا عن كلامه. السيوطي رحمه الله في كتاب الاقتراح في أصول النحو رتب كتابه على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول لأنه أدرك التشابه بينهما. يقول في بيان العلاقة بينهما: النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول. رحمه الله، يعني النحو هناك منقول، أنت كلام العرب والقرآن الكريم وغيره أنت تعقل هذا المنقول، وأيضا الفقه أنت تعقل المنقول من الكتاب والسنة حتى تفهم ذلك وتستنبط أحكاما على ذلك. فهذا معقول من منقول وهذا معقول من منقول، مفهوم من منقول إليه من التراث اللغوي. الباحث في الكتاب والسنة كثيرا ما تعرض له نصوص تشتمل على ألفاظ مشتركة يدل كل منها على أكثر من معنى، وكان هذا سببا في اختلاف أنظار العلماء فيما أراده الشارع من تلك الألفاظ. انتهى من كتاب أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، يعني الذي ينظر في الكتاب والسنة تعرض عليه نصوص فيها ألفاظ مشتركة، والكشف عن هذه الألفاظ لابد من الرجوع إلى الكتب لسان العرب أو قاموس المحيط أو غيرها من كتب العرب التي إنما جمعت هذه اللغة بين حناياها. وكذلك الأمر في جريان الخطاب بين الحقيقة والمجاز وتوظيف حروف المعاني فيه، إن التكامل المعرفي بين أصول النحو وأصول الفقه كان بارزا ومتبادلا على مستويات عدة، كون كل منهما من الآخر استنداداته على مستوى القضايا وعلى مستوى المصطلح وعلى مستوى مادة الاشتغال، وهو ما يشكل إحدى صور التفاعل بين العلوم الشرعية. على مستوى القضايا، القضية التي تشغل أصول الفقه هي اللغة الكتاب والسنة المنقول، والقضية التي تشغل النحو أيضا المنقول، لأن النحو لماذا قعد النحو؟ النحو أخذ من كلام العربي فجعل قواعدا،
وأيضا أصول الفقه إنما أخذ الفقه الكتاب والسنة وجعلت أحكاما، فالتقعيد إذن هذا هو مادة القضايا. وعلى مستوى المصطلح أيضا مر معنا أن الفقهاء مثلا استعملوا الجائزة والمباحة وغير ذلك، وأيضا استعملوا الجائزة وغير الجائز النحويين في تصنيفاتهم، وعلى مستوى مادة الاشتغال التي هي كما ذكرنا اللغة العربية. في النهاية يعني الخلاصة من كل ذلك، لا تنفك مفهومات الكتاب والسنة والعلوم الشرعية عن اللغة أبدا. لابد لمن أراد أن يتقن اللغة، لمن أراد أن يتقن وأن يتبحر في علوم الشريعة، أن يتدرس، أن يستمد، أن يتقوى من اللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها وفروع ذلك. وطبعا أنتم تعلمون يعني إذا كان هذا يجب أن نقوله في البداية، الفرق، ما الفرق بين النحو والصرف والبلاغة؟ النحو يأخذ من أواخر الكلمات، نعم، أما الصرف يأخذ من بلاطن الكلمات. أحسن. نعم. إذن النحو دائما، لماذا وضع النحو؟ حتى لا يخطئ الإنسان. مثلا إذا قرأنا قول الله عز وجل اللهم صل على سيدنا محمد، إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، واضح هنا أن العلماء هم الفاعل، يعني الذين يخافون من حضرة الله، من الله عز وجل. لذلك إذا لسه يعني إذا الشخص أخطأ والعياذ بالله في هذا، في يعني يذهب إلى منحى آخر. أما الصرف هو العناية في داخل الكلمة، كتب كتب وهكذا. والبلاغة هي غالبا الترتيب، يعني ماذا هنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، الأصل في المفعول به أن يأتي مؤخرا، لكن للاهتمام والاعتناء به جاء مقدما. فهذه كلها إذا نظرنا إليها وتملكناها بشكل كامل، يعني اللسان يكون من بعد ذلك لسانا قويما سليما قادرا على النطق الصحيح والاهتمام الصحيح بمخارج الحروف والأصوات واعتبارات النحو والصرف والبلاغة. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، وأن يجعلنا إن شاء الله أهلا للاعتناء بهذه اللغة، وأن نكون خدما لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شخص له مداخلة كلام يعني نسمع. وتشرفنا اليوم بشيخنا وأستاذنا الشيخ المدير، حياكم الله. يعني هذا مقام، مقامكم سيدي، أنا حينما جلست يعني أجلس التلميذ للأستاذ، أستغفر الله، الله يبارك فيكم، ليس لي أن أجلس أمامكم، ولكن بارك الله فيك، يعني من باب أن نتبادل الخير إن شاء الله. بارك الله فيكم يا سيدي، منكم نستفيد إن شاء الله. الله يا شيخ بارك الله فيك. فإذا كان هناك أي شخص عنده مداخلة نستفيد منه. تفضل شيخ. كلمة صاحبة في القرآن الكريم هل تدل على أنه نهاية، يوم القيامة؟ يعني رب العالمين قال وصاحبته. نعم. هل تدل أنه يعني تكفي المرأة والزوجة، يعني هناك لا يكون هناك لا مرأة ولا زوجة آخرين؟ يعني كلمة صاحب، صاحبة فيهما في الغالب يقول لصاحبه لا تحزن، فالصاحب هو الرفيق يعني. فلا أظن إذا أن هناك علاقة بين الآخرة، لكن يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لم يقل زوجته، في ذلك الوقت مثلا لا يكون هناك مودة، ولم يقل هناك امرأة، لأن العلاقة هناك ليس أن نقول هناك تنافر وتجاذب، وإنما أن نقول أن هناك من صاحبه، يعني الصحبة هي الرفقة، هي الرفقة. فعندما صاحبته طول هذه الحياة ربما 30 40 50، ومع ذلك يفر. فالكلام دقيق جدا، يعني القرآن عندما يكون صاحبة وزوجة وكله بدقة يعني. فهنا الصحبة تعني طول المعاشرة وطول الرفقة، يعني لا يفي بالغرض مثلا كلمة زوجة، كلمة زوجة ممكن يوم يومين، وليس كلمة امرأة أيضا، هذا لا يدل على المدة الطويلة. أما كلمة صاحبة يدل على المدة الطويلة، لهذا كان من الأبلغ أن والأوفى بالغرض أن يأتي بهذه الكلمة، والله أعلم. الله يبارك فيكم يا سيدي. قول الله أعلم. القول الصاحبة يعني أنه ذهول هذا الإنسان عن طول المصاحبة لزوجته. نعم.
في هذا الوقت يعني. نعم. في شدة. يعني مع طول المصاحبة ذهل عنها. ذهل عنها. وبالعادة الإنسان ربما أنت إذا رأيت شخص مرة مرتين تذهل وتبتعد عنه يعني هذا لن يهمك أمر. لكن أن تذهل عن شخص صاحبك عشرات السنين. من هول الأمر. هذا من هول الأمر وشدته. نعم تفضل سيدي. أنت ذكرت أن اسم كتاب لكي نفرق بين الكلمات المتشابهة مثل الامرأة والزوجة. كتاب الفروق لأبي هلال العسكري. تكرم الله. تكرم الله. هل يعتبر نحن حاليا من الألفاظ والأغراض اللي عم تعرف عليها يعني يتم التعرف على بما اللحن الحالي؟ يعني الآن قيل أنه إذا أردت أن تقول اللغة سماعا وقياسا لا يوجد سماعا اليوم، إذا أردت اللغة السماعية تأخذها من بطون الكتب، فلذلك اللهجات الدارجة على الألسنة اليوم يعني اللحن هو فقط هناك لغة عربية تلحن بها. طبعا أنتم تعلمون أن اللغة سويجات، فأدناها الصحيحة وبعد ذلك تأتي الفصيحة ثم الفصحى ثم العربانية، كما عرفها يعني شيخنا الأستاذ فخر قضاوة يقول العربانية هي لغة القرآن الكريم ولا يستطيع شخص أن يصل إلى هذه اللغة. الفصحى هي لغة الأدب من نثر وشعر وغير ذلك، فمثلا عندما تقول ينسب إلى الشافعي هذا أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. نحن عندما ندرس مثلا غير الناطقين بالعربية هذا نقول هناك كلمات من رتبة الفصيحة الفصحى سننزل بها إلى رتبة الفصيحة، فتنال تأخذ مثلا. الفصيحة هي الكلام المتناسب بين العرب في الصحف والمجلات واللغة الرسمية، ثم الصحيحة التي يتكلم بها غير المختصين بالعربية، مثلاً شخص في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، المهندس كذا يتكلم بلغة صحيحة لكن لا يأتي بالحركات ولا يأتي بأي شيء من ذلك. ثم تأتي اللهجات، أحياناً هناك لهجة تونسية مثلاً أو الجزائرية لا نفهم منها شيئاً، فربما هذه يعني بين الصحيحة واللهجة. لذلك الآن لا نستطيع أن نقول هناك لحن أو ليس لحن، اللحن هو طروق تغير على الصحيح على الفصيح. أما الآن يعني الفصيح ليس موجود، فاللحن ليس موجود من باب الأولى بداية، يعني ليس موجود الشيء، فالطروق عليه أيضا التغير عليه أيضا ليس موجود. لذلك نعيش يعني في ماذا نفعل في هذا؟ كانوا قديما يقولون هناك لغتان، لغة عربية للعرب ولغة عربية لغير الناطقين باللغة العربية. اليوم هنا قسم آخر وهو اللغة العربية للمغتربين في بلاد الغربة، ويجب الآن هذا الميدان صفر ليس فيه شيء، يجب الاهتمام. أولادنا الآن مثلا يتعلمون القراءة، يعني الذي يهتم بأولاده يعلمهم مثلا اللغة العربية الصحيحة أو الفصيحة إلى حد ما، ولكن هؤلاء الأولاد الذين يتعلمون في المدارس التركية وغير ذلك يجب أن تكون هناك مدرسة بتأليف الكتب، مدرسة بالاهتمام بالندوات بالمحاضرات، أن يعلم هؤلاء الكلمات التي ترفعهم من رتبة إلى رتبة. يعني الآن إذا نظرت إلى جيل بعد 10 سنوات ربما سيبقون في الصحيحة أو في الفصيحة في أفضل الحالات، لن تجد أحد يصل إلى رتبة الفصحى التي يعني هي فهم التراث الأدبي والتراث من كتب عظيمة وصلتنا. لذلك الآن هنا فرقة بين فرقتين وهو اللغة العربية لهؤلاء الذين تغربوا، فيجب يعني الاهتمام بهذا وأن يعني يصل الصوت إلى المهتمين بتأليف الكتب حتى يهتموا بهؤلاء. أنت قلت أن الشافعي رحمه الله جلس 20 سنة في بطون العرب. نعم يعني 20، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى البادية أيضا من هذا الباب، يعني أولا للبنية الجسمية أيضا للبنية اللغوية. معلوم أن الأعراب يعني كانوا، قلنا قصة الولد الذي قال يداي تبت يدان، فهذا يعني من باب أن اللغة يجب أن تؤخذ من مصادرها. واليوم أيضا يجب أن يكون هناك صحوة ويجب أن يكون هناك اهتمام واعتناء بعد هذا المحلال الذي جاء به المخادعة عليه ويستعملها بدل العربية، سيستعملها بدل العربية. شيخ
في ولو كتبت اسئله كلمه ايديولوجيه يستخدمها كثير من اللغه. نعم. هل هي كلمه عربيه؟ لا ليست عربيه، لكن مثل هذه الكلمات ارستقراطيه، ايديولوجيه، طبوغرافيا، يعني اظن وقعت يعني مع جامع اللغه العربيه يعني قبلت ببعضها لانها تعبر عن معناها، والبعض مثلا طبوغرافيا عند الجغرافيا يقولون اصطلاح مثلا مثل اصطلاحات يعني اصبحت اصطلاحات في علوم محدده فتعرفوا عليها. يستخدمها كثير العلماء وخاصه العلماء الكبار يعني يستخدمها. نعم. ايديولوجيا، طبوغرافيا، نعم، ديموغرافيا، علم السكان، يستعملون هذا كثيرا. هذا درج على الاسئله واصبح جزء يعني دخيل على اللغه من القديم ليس من الان. بعض الكلمات مثل ما يقال الدخيلة على اللغة العربية، هل إذا تكلمها العرب وفهموهم فيما بينهم هل تصح أن تدخل ضمن قاموس اللغة العربية؟ يعني الدخيل إذا نعم الدخيل إذا حل محل كلمة عربية هذا قبيح، أما إذا لم يكن هناك أصل مكانه في اللغة العربية وجاء إليها للتعبير به، لأنه يعني مثلا عندنا أنا درست الهندسة مثلا، فكنا في دمشق في جامعة دمشق ندرس الهندسة باللغة العربية، لكن هناك كلمات لا تستطيع أن تعبر عنها إلا باسم مؤلفها، إلا باسم مؤلفها يعني جاوس مثلا وغيرهم، يعني بعض الكلمات أنت تعبر عنها لأنها جاءت إلى العلم بهذه الصورة، فليس هناك رمز لغوي يعبر عنها، هذه تقبل. أما أن يأتي مثلا جيد أوكي، لماذا تقول أوكي هناك جيد مثلاً؟ هذا الدخيل غير مقبول. والدخيل ليس كل كلمة، يعني علماء اللغة أيضاً تحدثوا بالدخيل. شيخ تحدثنا باللغة بالنسبة للكلمات الدخيل القديم بالقرآن، هذا شيء آخر مثلاً يعني استقرأت نعم. أو نعم أعجمية يعني نعم. هذا أصبح هذه الكلمة يعني حتى بعض العلماء يقولون ليس هناك في القرآن دخيلا، بعض العلماء يقولون هكذا، حتى الكلمات مثل قسورة مثل استبرق مثل قالوا هذه أيضا أصبحت يعني درجة باللغة العربية، يعني هناك مذهب من مذاهب العلماء يقولون ليس في القرآن دخيل، وبعض العلماء يقولون هناك قليل من الكلمات، وبعضهم يقولون جاء من الفارسية وكذا، البعض قال هناك ثلاث كلمات فقط، والبعض قال لا يوجد كلمات ابدا دخيلا. فلكن هذا الدخيل وان كان دخيلا اصبح يعني الان مثلا هناك كلمه في اللهجه مثلا كلمه مرم، الاصل هي كلمه سريانيه تعني السيده، فمرته يعني سيدته، لذلك هذه الكلمات اصبحت في اللهجه موجوده، يعني لا تستطيع مثلا ان تقول اللهجه استعملوا كلمه اخرى او كذا. العلماء عندما صنفوا في الدخيل وبينوا الدخيل، يعني إذا كنا نتكلم عن دخيل القرآن فيه مذاهب أخرى، ولكن إن كنا نتكلم عن الدخيل القديم الآن، كل دخيل دخل إلى اللغة أصبح منها، كل دخيل دخل إلى اللغة قديما عند تصنيف المعاجم وغير ذلك أصبح منها، لأن الآن إذا أردت اللغة السماعية ترجع إلى القاموس، وهذا القاموس إمام لنا في هذا الزمان، لذلك كل ما كان قبل الضبط بالقواميس الآن تستطيع أن تقول هو عربي ليس الدخيل، والله تعالى أعلم. أكرمكم الله. تفضل. أكرمكم الله يا سيدي الله يبارك فيك. مثل فتوى يعني ليس أكثر عن المقامات الصوتية في القرآن. نعم. في كثير ناس تختلف عليها، هل لها علاقة في هذا الموضوع الصوتي في الكلام عن الناس تقول الآن المقامات الصوتية ولست من أهل الفتوى، لكن يعني هي عبارة عن لوي أعناق النصوص، يعني لوي الجملة اللغوية إلى الجملة الموسيقية. نحن نعرف أن هناك جملة موسيقية، وهناك يعني المقامات المعروفة صبا وحجاز ورصد وبيات ونهوان وعجم وسيجا، هي جمل موسيقية بالأساس، وهناك دوريمي فاصولا وكذا لها جملة، فأنت عندما تلوي الجملة العربية أو أي جملة إلى هذه الجملة من بداية ونهاية وجوازات ورفع وغير ذلك أنت حر، لكن أن تلوي جملة القرآن الكريم إلى هذا هنا مشكلة. نحن عندنا بالأساس الموسيقى القرآنية هي التجويد فقط، يعني أنت مجبور أن تأتي بالمتصل خمس حركات، وبالمد الطبيعي حركتين، وبمد البدل عند وش ست حركات وعند غيره حركتان، لا يوجد غير هذه المدارس التي جاءت في هذه السنة.
أما أن نأتي مثلا هناك صبا أريد أن أقرأ آية صبا لكن قصرت علي الجملة الموسيقية فاضطررت أن آتي بالمد ثلاث حركات أو سبع حركات أو ثمان حركات، هذا لا يصح. إذا استطاع أن يوفق بين المقام وبين التجويد، الأصل هو التجويد والمقام هو التجميل، لا بأس بذلك. أما أن يلوي الجملة اللغوية إلى الجملة الموسيقية هذا بما ينكر تماما، لأن إمامنا هو التجويد في قراءة القرآن وليس أي جملة موسيقية أخرى. التجويد هو موسيقى يعني. أما لم يأتي في العربية ولا عزم الرسول مقام الموسيقية، بعض منهم يقول مثل السبع لما أظن أنه كان يستخدمه الرسول في القراءة، أحد الناس جلس معهم. ما ورد ذلك، ما سمعتني. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بلحون العرب. نعم. ولم يتغنى بالقرآن. ولا تقرؤوه بلحون الأعاجم. نعم. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يعطيه حقه. نعم. يعطي كل حرف حقه مخرجا وصفة. شو هو علم التجويد؟ هو إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة. شوف أخي مخارج الحروف في 17 مخرج. بدك تعطي كل مخرج له حروف. الحرف هذا بدك تشوفه منين؟ إيه نعم، من الحلق أو من أقصى اللسان أو من أدنى اللسان أو من الشفتين، كل حرف. ضبيت شفايفك لطلعت بصير تطلع وانت شفايفك مفتوحة. نعم. الله يرحم الشيخ أبو نصوح كان عندما نضم قال ضم تمك مثل الواوي. شو نعم. يعني حتى يعني الضمة لا تخرج إلا بالضم. هناك أيضا أبيات شعر اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الضمة لا تخرج إلا بضم الفم، والفتحة لا تخرج إلا بالرفع، والكسرة لا تخرج إلا بالإنزال الحنك، وهكذا. فكما يقول الشيخ يعني الإمام هو التجويد تماما. لكن إنسان مثلا يريد أن يجمل صوته ويوافق بين الصبا والسيقا والبيات وهكذا، لا يعتمد على الجملة الموسيقية بشكل كامل، لكن مثلا يعني الصعود والنزول في النغم، لكن النغم يعني ليس هو الأساس وإنما التجويد هو الأساس. وسبحان الله يعني هناك أشخاص لم يتعلموا الموسيقى والنغم وأصواتهم من أجمل ما يكون، فليس عبرة أن لازم كل إنسان يكون صوته جميل مثلا أن يتعلم النغم، بها ونعمت يعني إذا كان يعرف نعم، لكن الأصل هو التجويد وقراءة القرآن كما قال الشيخ، أعطاء كل حق حقا وصفة ومخرجا. يعني مثلا التمطيط انت عم تقرا بالقراءه تمطط تعطي مثلا المد اكثر من حقه، هون اسات القراءه. اي نعم، فلا يجوز هذا الكلام. فكل هلا مثل ما تفضل في عندك مثلا القصر او في اعطاء مثلا بدك تمد مد، في عندك ثلاث حالات بالنسبه مو بكل الحروف، كمان في حروف تمد في حروف لا تمد، مثلا حركتين بس مثل المد الطبيعي، المد الطبيعي اكثر من حركتين ما بصير، الا اذا كان مثلا اجى بعد منه حرف الهمزه، واذا اجتمعوا بكلمه واحده المد الطبيعي مثلا الف او واو او كذا، اجى بعد منه همزه بنفس الكلمه، انت بالخيار بتمده حركتين او اربعه او خمس حركات او سته. اي نعم، فمد شو هذا متصل. نعم، منفصل تجي همسة بعد المدات لكن بحرف بكلمتين، يأتي المد في آخر كلمة ويأتي في أول الكلمة التالية إلها همز، فهذا اسمه منفصل، أي انفصلت الهمزة عن المد صار في كلمتين. هذا لا يجوز إلا في المد تبعه الحرف. نعم، يعني أنت على الخيار ربما بين حركتين وخمسة، لكن تسير به إلى كل نواحي القراءة. نعم، يعني هذا مرجع التجويد، والتجويد هو إمامنا في قراءة القرآن. نعم. هل عندكم أي كتب تنصحنا بمطالعتها؟ من أي ناحية؟ اللغة العربية كمان. يعني هذا يرجع إلى مستوى كل شخص، يعني هناك مثلا شذور الذهب، اذا كان الانسان متعلم شذور الذهب ألفية ابن مالك، اذا اراد الانسان طبعا بعد مقدمات مثلا ممكن يقرا الدروس النحويه، ممكن يقرا
النحو الواضح، هذه طبعا في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك ينتقل ربما إلى قطر الندى وبل الصدى شذور الذهب ثم ألفية ابن مالك. والأفضل للإنسان أن يحفظ المتون، يعني ألفية ابن مالك مثلا إذا أردت أن تبسط شيئا يجب أن تحفظه برمزه بترميزه ثم يأتي بعد ذلك فهمه، فإذا أردت أن تستشهد يكون مثلا كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حفون الكلم واحده كلمة، يعني إذا أنت قرأت هذا وجمعت هذا في عقلك يكون بسيط. فأنا يعني أوصيكم من أراد أن يهتم بالنحو أن يهتم بألفية ابن مالك بشرحها وفهمها وحفظها، يكون إن شاء الله في هذا الميدان يعني بعد مدة من الزمن إذا حفظها كلها يكون يعني على أرضية ثابتة إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، أكرمكم الله وبارك بكم، نلتقي إن شاء الله مرارا وتكرارا، أسأل الله أن ينفعنا وأن ينفعكم وأن يتوب علينا، والسلام عليكم. جزاك الله خيرا.